كوسبول. تحية لكم نفس الكل، أهلا بكم في كوسبول توت سويت. تجيكم ريكاب كان ريكاب كان باي توتال انرجي. اخر اخبار المنتخب الوطني التونسي في الكاميرون، جينا عند مبعوثنا الخاص يعني الصحبين، يعني يسهل بيك. مرحبا بك سليم، تحية ليك ولكل المستمعين. اخر الاخبار الحقيقة ما يستر برشا، وتعرفوا ان كل مصباح واحنا نخبروا على الانتخابات بالكورونا بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي. نعتذر بارتفاع يعني هاك هاك تكح انت زاد لاباس. لا نكح، لا نكح من الكليماتيزور. احنا عملنا تيست الحمد لله لاباس. اي الحمد لله. نحاولوا نستحفظوا، نحاولوا نستحفظوا على روحنا للماكسيموم، لانه جايين في مهمه باش نعملوا طاقه عالميه. ما نحاولوش نعملوا برشا زايد زي ما تعرف الامور لهنا. صراحه عدم انضباط كلي بالنسبه للشعب الكاميروني بالفيروس، لا الناس تلبس الكمامات، معناتها وكانه ما فماش الفيروس هذا بالكل هنا في الكاميرون. على كل قلت للعبيه اللي اصيبوا في مرحله اولى هما ديلان برون، تسجار، سليتي، حدادي، جبالي ودراجل، ثم براو منهم زوز اليوم الحمد لله هما سليتي وكذلك محمد دراجل، لكن في المقابل اصيبوا سبعه، علي معلول، بن حميد، الجمل، الخزري، الشعلالي وبن رمضان، يعني تقريبا 17 لاعبي بما فيهم ثلاثه حراس مرمى سلام، يعني ومنهم زوز ماهوش باش يكونوا حاضرين على المستوى البدني، نحكي على دراجل وسليتي. يعني تصور انت كيفاش باش تكون الوضعيه ضد المنتخب الجامبي، يعني يولي عندنا حق تقريبا في ثلاثه تغييرات او اربعه على اقصى حدود في مباراه محتاجينها على الاقل باش يجيبوا تعادل ويمشيوا للدور الثاني. هذه طبعا اخر الاخبار تاع المنتخب. انيس الكلام من مصطفى صحافي هو اللي نقل العدوى للاعبين المنتخب التونسي، شنو حكايته؟ هو صحافي، هو صحافي جزائري سلام، يلقب في روحه بالصحافي رقم واحد في الجزائر، وحتى الصحفيين الجزائريين حمله كبيره ياسر بالبارح على الصحفي هذا، لانه هو اصيب بالكوفيد قبل مباراه سيراليون والجزائر، ثم باعتبار انه كما قلت ما فماش تطبيق من لجنه منظمه للاجراءات الوقائيه، يطلبوا منك باش تعمل بي سي ار، لكن في المباراه وقت تجي داخل الملعب ما يطلبوش منك حتى شيء. اصيب بالكورونا لكنه خبى وفي باله معناها وكل شيء. اي هاو مشى عمل تغطيه لمباراه الجزائر وسيراليون، وفما لاعبيه من المنتخب الجزائري وصيبوا، ثم جاء مباراه ليمبي وانا شفته كان بجنبي يدز معانا وقت نعمل حوارات، وشفته يعمل في حوار مع نعيم السليتي، بعدها نعيم السليتي تضرب وتم الاعلان على اصابته بالكورونا، يعني كذا كان تربط شويه الخيوط. مؤكد هذا؟ هو اي هذا انا شفته بعيني، هذا انا شفته بعيني، وحتى من بعد عملتها من الاصدقاء الجزائريين ديجا معلنين عليه حمله كبيره ياسر في الجزائر، وكنت علمت حتى طبعا الوفد الاعلامي وكذلك الملحق الصحفي لجامعه التونسيه لكره القدم باش ياخذ الاجراءات، لانه هذا مش فديك سلام، ماهيش لعبه. الله يهديه. معناها احنا ماليش نقولوا عملها بالعاني، لكن استهتار كبير، لانه معناتها هذه حياه الناس، هذه حياه الناس مش لعبه، هذه استهتار من شيره وزاد استهتار. خلينا نقولوا الامور كما هي، من اللعبيه زاد معناتها ما فهمتش علاش اكثر منتخب في اصابات كورونا، منتخب موريتاني اللي معانا في نفس النزل اللي اللعبيه تشكاوا انه نزل صغير وكيلو كيلو صغير، من لعبيه منتخب موريتاني كانوا معنا في نفس النزل لمده تقريبا 10 ايام وما عندهمش نفس العدد من الاصابات، ولو انه منتخب موريتاني جاء للدواله البارح باعتبار انه مباراه الاخرى باش يلعب هنا في دواله واحنا باش نلعبوا في ليمبي. دونك هذه حكايات الحقيقه شويه كيما نقولوا ملحنا شويه. انيس فما نقطه شفناها ايضا، صور ايمن دحمان في الحصه التدريبيه البارح تقريبا خلينا نقولوا بلغتنا خشمه يجري، معناها كيفاش يتدرب معناها مع كذا. لا سؤالي لهنا، وين الطبيب؟ كيفاش خلاوه يتدرب معناها مع الملاعبيه؟ هذا واضح. هذه اسئله الكل، هذه اسئله الكل كي تنحاولوا غدوه في الندوه الصحفيه وبعد التمارين نسالوا، لانه الحقيقه نتاع ربي معناتها هذا راهو ملاعبي، راهو اولا لازم يحافظ على سلامته، ثانيا لازم يحافظ على سلامه المجموعه، راهو اذا كانت تضرب انت لا قدر انت وكجاتك انت برك نجموا بتاتر نقولوا، اما فما ناس اخرين معاك باش يتضربوا، سواء يسكن معاك في البيت، سواء يسكن معاك في نفس النزل، سواء في الفطور، معناتها ما تنجمش تمشي تفترك بالواحد بالواحد، الناس الكل تمشي تفتر مع بعضها باش تنسى نفس الاشياء دي. يعني وفي كل حتى بعض اللاعبين اليوم كنت معاهم في الاستاد اكدوا لي انه معناتها راهو مش باش تقف الامور، يعني في كل مباراه باش تلقى زوج ثلاثه اربعه لاعبين، لكن العدد الكبير حتى اليوم حتى وسائل الاعلام الاجنبيه يعني سالوا حول هذا العدد الكبير جدا من لاعبين المنتخب الوطني التونسي، والحقيقه معناتها احنا في الكان هذايا حتى لتوا معناتها المنتخب قاعد يجيب كان في الاخبار الغريبه اللي قاعد تتداول في العالم. يعطيك الصحه، شكرا لك انيس صاحبيني على كل هذه التفاصيل.
ايضا نواصل مع الكان، نعطيكم برنامج مقابلات اليوم في الكان الخمسة، زوج مقابلات الملاوي السنغال زيمبابوي غينيا، ثمانية ايضا زوج مقابلات الجابون مع المغرب وغانا تواجه جزر القمور. كانت هذه ريكاب كان. ريكاب كان باي توتال.